بايرم في المخزن هو ونذير تلفت وقلو يا نذير يا ذيب ياك مهبول في الغرام تربحنا اول مسيابه بدماغ بكبش بالزنه كي شريناه اه يا قطعي قل لي كيفاش عملتها. قال له يا بايرم شويه زهر مع شويه تكتيك مع شويه غرام مع شويه ربي حبك كاكه. قال له يا نذير لو الغرب يمتعبوك اللي ربحناه تفرجت فيه في البطحه يمشي ويجي وانت زاد هبطت بيه. قل لي لهالدرجه حلبت الوساهل وتربحوا بكعبه. قال له اسمعني بايرم انا كي نهبط مع الكبش للبطحه نبدا حاسس بيها في كل كعبه نبدا نقري فيها ونوري فيها. فما كبيش تتوجع وما تشلقش فما كبيش تتوجع وتشلق وما تسيبش البطحه فما كبيش توفى في البطحه وتخرج رابحه وفما كبيش تخسر في البطحة وكانت تكمل تقعد رابحة. شوف يا بايرم انا وقت اللي هبطت بالغربي متاع بابا وبوك وعم حمادي شلقت بيه وفاه وشلقت بيه موجوع اما هو ما شلقش اما بحرارة الروح جاب فيكتوارو ودمه على خديه كي هو وافي وانا ميخو كبشي بامبي كبش هو موافي نجيبولو معزة نربحوه. أما أنا يا بايرم لعبت ورقة الورقة تقول كان أنا غالط وكبش نام كبش بابا وبوك ما وفاش وقتها رانا خسرنا كبشنا ونخسروا المليون ونص ويوفى كل شي في الماء. قال له مالها يا نذير آه وربي استر شنية البروجرام طاو. قال له نرزنا شوية وما دام الغربي معاركي نحاولوا نعطوا قدره لو ماكسيموم ونستناو تجيشي فيه بيعه مزيان نبقطوه ولكن كايا نخرجوا بيه في ترياح اخر. قالوا يا نذير مزلت باش نعيش على اعصابي زاده راني والله من اللي خرجنا من المخزن للبطحه وانا خايف لا يخسروا ترزوف فلوسنا. قالوا اسمعني كان ربح ولا خسر هذيك كتبت ربي وصنعت الغرام تقول أعطي الكبش حقه أتوحدو على قدرهم يبول. عمك رضا وحمادي وعبد الكريم يتعاركوا بالكلام تلفت عبد الكريم وقالهم انتوما الزوز اللي رزيتوني في كبشي انا ما حبيتش نشكل من اللول اما انتوما قلتولي نربحوهم 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 باش نرتاحوا منهم هانا خسرنا الكبش شنيا المطاف توه. تلفت رضا وقال والله يا عبد الكريم مصدوم في بالي باش نربحوهم احنا بكعبه يا اخي ربحونا هما بكعبه. لفت حمادي وقال ياكاو يا عبد الكريم ندوروا العجل وناخذك باش جديده وديما موجودين. لفت عبد الكريم الحمادي وقال له حمادي شبيك حجره في الغرام يا اخي ما تحسش يا اخي ما تربيش الكبده على كبش يا اخي ما يغيظك حتى كبش تخسر المسيابه مخك كان تشري كبش جديد زح عينك ما دمعتش على فريق كبش حتى كبش ما نساك في غرامك وقال بعد الكبش هذايا ما عادش نعاود نربط راك هبلتني يا حمادي احنا نخسرو وانا غايظني الكبش كيفاش مشى حرام وظلم وانت تقول له نشري كبش جديده نعاودو نشرو كبش جديده ونعاودو نظلموهم ونعاودو نحطموهم. حمادي انا وياك مانيش كيف كيف انا نقدر الهيشه انا نحب الغرام انا شيختي في المخزن مش في البطحه اما انت يا حمادي تعرف كان الربح. قال له يا عبد الكريم انا ما يزاهيني وما يفرحني كان الربح وما يبكيني كان الربح لا تبكيني خساير لا تبكيني هروب بالترته عادي الشيخ كي يبدا كبش يعفس على كبش الاخرين انا تخلقت باش نحطم تخلقت باش نزلزل تخلقت في الغرام باش نذبح كل مغروم نحب نبقى نمبر وان اكثر مغروم يسيب اكثر مغروم اسمه فاوح.
لفت رياذا وقال: هاي سلي وعنيبي، حمادي انت تحب البطحة، وعبد الكريم انت تحب المخس، وانا نحب الهيشة المزيانة، ما لقينا نختار الكبش. وعبد الكريم يزلزها في المخزن عنده، وحمادي يهبط بها للبطحة. تفاهمين؟ قالوا له متفاهمين. وقصدوا ربي يدخلوا للبياعة ويلموا في الكباش، أزقى على أصفر على أكبش أتوج، والكباش فوق بعضها مصلي على النبي محمد. عبد الكريم بعد 3 أيام يلقى المخزن فيه ما يقارب 20 كبش جديد. كباش راضي عليها واختارها بعينيه، وكباش ما عنده في السوق ما يذوق، أما عم كريذا كبش ومات فيها. حمادي داخل خارج ويقول: هاي وقتش تفرجونا في كبش من الكبش أذام يا أخي، الكبش أذام تاكل وتشرب كهو. قالوا عبد الكريم: يا حمادي جو عندهم 3 أيام تحب تخرج بيهم في مسيابة؟ قالوا له: يا عبد الكريم عندي ضربة في مخي متاع صناعية. قالوا: تكلم يا حمادي. قالوا: سمعت ابن أذير وبيرم يحبوا يبيعوا الكبش الغربي متاعهم. تلفت عبد الكريم وقال: بقديش؟ قالوا: يا عبد الكريم أرزن، أنا اللي معروف لاهف على البيع والشراء، أنت حبيت تفوتني؟ قالوا: ما يهمش، قل لي بقديش يحبوا يبيعوه كبش غربي وباهي، مش على خاطر ربحنا بكعبة، أما نحب نحيه من بين إيديهم، اللي ربحنا نشروه ونفكوه. أم بليس ما عاش نحب نشوف نذير وبيرم زوز مع بعضهم في كبش. قالوا: نذير سمعته طالب 3 ملايين. قالوا: تي قدام نشريه ب17 مية، كيفاش طالب فيه 3 ملايين؟ قالوا: هكا قلو. تخريذا وقال: يا حمادي يا عبد الكريم، أكتفوا النذير وتفوا البيرم بش يسيبوا الكبش الغربي توا في البطحة مع الكبش الغربي متاع ولد باهيجة، هيا نمشي ونتفرجوا، وكان كبشهم خسر هاو كانت هناو عليهم ما عاش يرجعوا لبحر الغرام، وكان كبشهم ربح نحاولوا نشروه ونفقوه لهم قدام الناس، وكيكا ما عاش يعودوا يملكوا حتى كبش جديد. لفت عبد الكريم وقال: أنا نتمنى كان كبشهم يموت في البطحة، وكيكا لا نحن نشروه لا هما يكسبوا فلوس باش يشروا كبش جديدة. دخلوا البطاحي، الناس الكل دايرين متفرجين. تلفت بيرم النذير وقال له: نذير والله خايف، والله قلبي يدق في 60، فاش قام عليك تشكل مع ولد باهيجة توا؟ ياخي علاش عملته ذي الكل؟ قال له: ياخي قلك علي بهيم ولا ما نعرفش، المصري لهنا. قال له: انا مصري. قال له: خالد المصري أكثر مغروم، يشري في الكباش اللي ماشية في الكورسة، فرين غرابة يروح بهم للمخزن متاعو، سمعت به يدور في الربط. ياخي استدعيته على مسيابتنا ونوعدك يا بيرم، كان نربح المسيابة ذي خالد المصري يشري من عدنا برشا فلوس. ديجا سمعت يقول الربح بينا وبين كبش ولد باهيجة باش يروح به مهما كان السوم، عاشق في كبش غربي القرون ما تشريش بقوى السوم. قالوا: وناهو المصري ذاك؟ قالوا لي: لابس جبه وكبوس. قالوا: واضح. نذير وقف مع كبشه وبيرم مشى وقف بحذا خالد المصري. رضا حمادي عبد الكريم متفرجين ويتمناو كبش نذير وبيرم يخسر ولا حتى يربح حلمهم يحرموهم منه. لسقت الكباش كبش نذير بعد وكبش ولد باهيجة ديمارة قبله، كعبة 2 3. تلفت بيرم وقال يسمع في خالد المصري: الكبش هذايا متاعي شريب 7 ملايين، صلي عني بمحمد ولا يا عشيري خلص روحه، ريتو ذاك شريب 7 ملايين وخلص روحه. وراو خالد المصري سمع السوم تفجع،
والكبش مشري ب7 ملايين كان يربح قديم باش نشريه من عندهم. زادوا كعبتين لصقوا لكباش كبش نذيري ديماري وكبش ولد بايجة يصدر على بلاستو. زادوهم كعبة وكبش نذير ديمارة وكبش ولد بهيجة سلكت بيه. ومبروك دزيام فيكتوار النذير وبيرم. بيرم تخل يعيط ويقول شالا مبروك علينا، ويخزر خالد المصري باش يقدم يصوم ولا مازال هما كيكة. ويتلفت عمك حمادي ويقول آية نعطوك فيه 5 ملايين وتسيبه يا بيرم يا نذير. خالد المصري سمع 5 ملايين تفجع، تلفت بيرم وقال تشنايا يا عم حمادي، شاريه ب7 ملايين وربحك وربح ولد بهيجة ونبيعه ب5 ملايين قلك عليا بهيم. الكبش هذا يا كادو الخونة خالد المصري يهزه حتى بلاش فلوس. خالد المصري لقى روحه قدام الأمر الواقع وتلفت وقال بصوا يا جدعان، هو الكبش ده حتى وكويس قوي، بس أنا عايزه جدا، بس لو أنتم عايزينه حلال عليكم يا بشوات. أنا لما بيجي أشتري حتة كويسة تسر العين لازم تكون راضية عليا الناس كلها، أمال يبصولي في حتتي؟ أمال يا باشا لازم ولازم تكون قنوع وصبور. والله ورسكم يا جدعان، في المخزن عندي في الحتة أكتر من 60 كبش، بس دايما بحب أشتري غسيل أموال كده يا بشوات. تلفت نذير وقال عم خالد المصري حلال عليك، بتبيعتي أنا من بيع لهمش وبتبيعتهم يلعبوا كنتري برشا. قال له الله عليك يا ابني، ده انت واد امور بس معجزة، ده انا كنت بتفرج عليك انبهرت بيك. ايه كل ده يا ابني، منين كل ده؟ قال له عايشك عم خالد، ربي يبارك لك، ما لا تهز وتروح بيه، اما على شرط كما قول المصري حطه في نني عنيك من جوه. قال له حاضر يا باشا، وانا حديك فيه 10,000 جنيه، اسف سوري بالتونسي 10 ملايين. لفت بيرم وضحك وقال احلى نذير واحلى ناس لغرام. لفت نذير وقال ما هيش فلوس يا عم خالد، انفوس انا باش نودك بيه. لغة الكذابة على الفيسبوك، ودنا بيه ودنا بيه، انا باش نودك بيه وانتي اللي ترى الصلاح عامله. جبت خالد المصري فليجة واعطاه لهم وقالهم حلال عليكم يا جدعان، ادي الامانة والدوني الحتة الصح. والله 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 ما سميه كهربا على مهاجم النادي الاهلي، كهربا واحلى ناس. خالد المصري هز الكبش ومشي. نذير 10 ملايين في ديه هو وبيرم ويقفين. عمك عبد الكريم قال ما شرينا هو شحنا وشري خالد المصري، ارتحنا من الكبش من الربط، اما الفروخ هذيما زعما شنية باش يعملوا بيهم الفلوس. تلفت عمك رضا وقال يا بيرم وقتاش ناوي ترجع لفرنسا؟ خلطتك لهنا ما هيش عاجبتني. قص علينا نذير وقال له يا عمري ذا احنا اخوات اخوات واحنا اصحاب اصحاب، وفي الغرامة ذايا واقفين ما شاء الله، عندي كبيش فرناني نحب نشيخ بيه معاكم، عندكم ما يردع؟ لفت حمادي وقال له يجيني لهنا عايش ولدي 24 كبش يللشوا معاهم ادرع ذهب 25 ندخلك للمخزن واللي ترشق فيه العين هزه خلي يدفنك ويبكيلك الدموع من الجبين. ونوعدك في الفرناني مش كيما الغربي، واحنا ناس في الغرامة ذايا ذواقين. تلفت بيرم وقال يا نذير يخي عدنا كبش من نصله نحنا. قال له نشروا كبش ونسيبوه
بالك يربح قبل ما يروح. خالد المصري: عم خالد فما مسيا بس يعطوني اخرين، اقعد تفرش فيها بالك تلقى ما تشري. تلفت لهم خالد المصري وقالهم: امال يا جدعان، ده انا بموت في غسيل الاموال، بحط فلوس باخو كيبات كده 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 كده. وبابا اخويا توا مزلت كيجيت، درنسيبي يا بهين انتي فين والحب فين. مسلسل صناعة الغرام بارتي دو الحلقة الخامسة، جيم بارتاج كومنتير بارتي سيس بارتي سيس بارتي سيس. الثقة في الوثيقة، المعبي بالغرام والموهوب من عند ربي، وانا ما عندي من خبي، نحكي مصري نحكي سعودي ونحكي سبع لغات، متربي في حومة الشعبية وما نتهزش بملقات، مقصر النار ما يرفعنيش على خطر انا عامل افار، ونعمل اللي قالوا عليه ما يجيش ما يلقولي حتى ثنية على خاطرني ما جدتنيش الماسونية، مسلم ونصلي عن بي بين سنية، عمري ما كنت عاسي حرام الكلام اللي قاعد يتقال فيا، بابا اخويا يسمع والمصلحجي ما يعاشرش، يا كذاب يا قفاف يا لحاس يلي في البريفي ميت علي، وفي التليفون تحب تسمع صوتي وتسلم على والدي، من ولي صاحبك على خاطرك ما كصفي معايا، وعمرك ما تكون عندك اثنية، وانا نقولها ما عندي حتى صاحب في الغرام. اهرب بجدري ما ودي اصبر احكمها خليه.